لم تشفع المبررات التي قدمها جيش الدفاع الإسرائيلي للقيادة الروسية عما جرى في سماء المتوسط في 17 من الشهر الحالي. وزارة الدفاع الروسية تجدد اتهامها للجانب الإسرائيلي بالمسؤولية الكاملة عن إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية إيل-20. بالتفصيل والتوقيت الدقيق منذ إقلاع 4 مقاتلات إسرائيلية من طراز F-16 وحتى سقوط الطائرة الروسية، أوضحت وزارة الدفاع الروسية كيف اختبأ الطيارون الإسرائيليون وراء الطائرة الروسية ليتركوها عرضة للإصابة من قبل الدفاعات السورية. المعلومات الموضوعية المقدمة تدل على أن تصرفات طياري المقاتلات الإسرائيلية والتي أدت إلى مقتل 15 جنديا روسيا تدل إما على عدم مهنيتهم أو على الأقل على الاستهتار الإجرامي. لذلك نعتبر أن الذنب في فاجعة الطائرة الروسية إيل-20 يقع تحديدا وبشكل كامل على القوات الجوية الإسرائيلية وعلى هؤلاء الذين اتخذوا قرارا بتنفيذ مثل هذا النشاط. الدفاع الروسية اعتبرت أيضا أن موسكو لم تخل يوما بتعهداتها تجاه تل أبيب، لكن الأخيرة تركت العسكريين الروس يلقون مصرعهم نتيجة المعلومات الكاذبة التي قدمتها، ليس فقط أنها كانت قبل دقيقة واحدة من توجيه ضربات لمواقع سورية، بل وأيضا عن المكان المستهدف، ولذلك لم تتمكن الطائرة الروسية من التحرك من موقعها قبل توجيه الضربة. الجانب الروسي لم ينتهك أبدا الاتفاقات مع إسرائيل، ولم يستخدم منظومات الدفاع الجوي المنشورة في سوريا حتى في تلك الحالات التي نفذت فيها إسرائيل غارات جوية شكل بعضها تهديدا محتملا لسلامة قواتنا المسلحة. وخلال فترة سريان الاتفاق تم إعلام مركز قيادة القوات الجوية الإسرائيلية ب 310 إشعارات عن أعمال القوات الجوية الروسية قرب الأراضي الإسرائيلية، ومع ذلك قدم الجانب الإسرائيلي إشعارات 25 مرة وحسب وفقط قبل تنفيذ الغارات. وفي سياق التعاون الروسي الإسرائيلي البناء على المسار السوري يصعب علينا فهم سبب إقدام تل أبيب على هذه التصرفات. هذا رد جاحد تماما على كل ما قامت به روسيا الاتحادية من أجل الدولة الإسرائيلية والإسرائيليين. ما فعلته روسيا من أجل إسرائيل يتجاوز حدود التعاون، فقد تجاوبت موسكو مع نداءات تل أبيب المتعلقة بأمنها ورفضت إمداد الجيش السوري بمنظومة S-300 وأقنعت إيران بإبعاد قواتها شرقا لمسافة 140 كيلومترا بعيدا عن الحدود الإسرائيلية، وصولا إلى نشر كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية على خط الفصل قرب مرتفعات الجولان. جميع الجهود التي بذلتها موسكو للحفاظ على استقرار المنطقة استنادا لتوافقات محددة مع تل أبيب تضرب بها الأخيرة عرض الحائط وتتسبب بسقوط طائرة الاستطلاع الروسية، أمر اعتبرته موسكو عملا إجراميا تاركة الأبواب مشرعة أمام كل الخيارات لحماية الأجواء السورية.